السلام عليكم. هسه عندنا هاي المسألة. هاي المسألة بتقول لي a spring having an stretch length 2 feet has one end attached on the 10 pound ball. معطيني الوزن 10 باوند ومعطيني ال stretch length 2. بتقول لي اوجد الزاوية ثيتا إذا كانت السرعة 6. طيب بتقول لي رفع شغلي بهذا السؤال. أول شيء هذا السؤال مش عجابته 13، لأنه إحنا ما بنحل، يعني مش لأنه شفت زنبرك فهو مباشرة 13، لأ الزنبرك هو ب 12 وب 13. قوة الزنبرك معروفة F سبرينج هي K في X، معروف هذا الاشي، وال X هي عبارة عن الطول اللي انا شايفه في السؤال ناقص الطول الاصلي. تقول لي تمام، بقول لك يلا. انا الطول اللي انا شايفه في السؤال مش مبين معي، مش عارف كيف، مش نصف قطر الدائرة، دير بالك هذا مش نصف قطر الدائرة. نصف قطر الدائرة هذا، ولو كان هون الدوران هذا هو نصف قطر الدائرة، هاي مش نصف قطر الدائرة. تمام، بالتالي هذا طوله مش طول نصف قطر الدائرة. ال L نوت معطيني اياها 2، ال K معطيني اياها باوند فيت، امورها تمام. فبالتالي انا قوة الزنبرك هي K اللي هي 20 في L ناقص 2، هاي قوة الزنبرك. تمام، هسا زي سؤال حليناه قبل هيك واللي هو حركة دائرية. بعمل تحليل فري بودي دايجرام هون زي هيك، بحكي في عندي قوة سبرينج بزاوية ثيتا، في عندي تسارع مركزي، تسارع مماسي لجوا زي هيك، بس هذا ما بهمناش، لان انا راح اخذ محور واي ومحور اكس. فانا عندي هون فعليا ام اي ان، وعندي هون اف سبرينج، وعندي لتحت اللي هو الوزن، اللي هي الوزن. فبالتالي بحكي سم اوف اف اكس تساوي صفر، سيجما اف واي تساوي صفر، عشان اطلع قوة الزنبرك مثلا او اطلع ايش بدي اياه. راح تقول لي هي اف سبرينج هسه الزاوية مع الواي، الزاوية مع الواي معناته الاكس بتاخذ ساين والواي بتاخذ كوساين، فهي اف سبرينج كوساين ثيتا ناقص الوزن اللي معطيني اياه 10 يساوي صفر. هاي معادلة فيها مجهولين، هسه الاف سبرينج فيها مجهولين واللي هم عبارة عن الاف سبرينج اللي هي 20 قلنا في ال ناقص ال نوت اللي هي 2 مضروب في مين؟ في كوساين ثيتا يساوي 10. تمام، فعندنا مجهولين، واللي هم مين؟ اللي هم ال والثيتا. تمام، الفرع الثاني متطبق سيجما سام of fx تساوي صفر، تساوي ام اي ان. يلا على fx ايش عندي؟ في عندي سالب، طبعا كله اليسار فاهم الاشارات، f spring ساين ثيتا ناقص اي زائد اللي هي هاي الوزن بس تساوي ام في اي ان، f ساين ثيتا واللي هي 20 في ال ناقص 2 مضروب في ساين ثيتا يساوي ام اللي هي دبليو على جي اللي هي 10 على 32.2 مضروب في اي ان واللي هي في تربيع على ار، 6 تربيع على ار. شو طول نصف القطر؟ نصف القطر طوله بالمنطق عندي هاي 6 انش، من وين لوين 6 انش؟ من هون لهون. تمام، بس انا نصف القطر لهون، فبالتالي بدي ازيد مسافه صغيره، واللي هي ايش؟ ال ساين ثيتا بالمنطق مسافة أفقية، الإكس بتاخذ كوساين والواي كوساين لأنه الزاوية مع الواي. فبالتالي نصف القطر اللي هو آر أو رو هو عبارة عن 6 إنش، 6 إنش تحولها لفيت بتصير نص فيت، اللي 6 على 12، 6 تقسيم 12 زائد ال اللي بدي إياها ساين ثيتا. فبالتالي معادلة فيها مجهولين، ال اي معادلتين مجهولين ال ساين ثيتا وهون ال كوساين ثيتا، معادلتين مجهولين بحلهم رياضيات بطلع الحل، الفكره مش لانه زنبرك تفكر وجهه 13، ديروا بالكم. تمام، هاي الار هي نص زائد ال ساين ثيتا، كثير طلاب راح تسال من وين النص؟ بقول لك النص هي لانه 6 انش، احنا كل شغلنا بالفيت وبس. يعطيكم العافيه.